قد ساعد جينا زاد مين العساس ضرب لقرافال ضربوه مجاهدين قتلوه قال ساعد الشكيش بليساء هنا في الكتف. بعد هذه العملية الناجحة عمت الفرحة في الناحية، بل تعدت أصداؤها الولاية الثالثة وإلى الوطن كله. سامي روش ربي يرحمه كان ينتظر، كان يتبع ينتظر، والنهار اللي نجحت العملية وكذا ودنيا كان فرحان، وكان هذيك العملية تاعنا احنا كان يعطي بها أمثلة للمناطق أخرى والنواحي الأخرى، كان يعطي بهم بزاف الأمثلة في العملية اللي قمنا بها احنا. يعني روش كان فرحان أشد الفرح، وكان يضرب الأمثلة بالكان تاع الحوران. ما العسكر هذاك ما قدروش باش داو مكتف والأسلحة حتى وصلوها لوليد هو بالعسكر نتاعها. أما المستعمر فقد مني بهزيمة مادية ومعنوية أفقدته صوابه، فراح ينكل بالمواطنين العزل ويزج بهم في السجون، كما قام بتحويل المركز إلى وسط مدينة حمام الضلع. بالرغم من أنها عدت في مرحلة معينة على أنها حادثة معزولة، إلا أن لها أو كان لها وقع العمليات الكبرى من أمثال هجمات 20 أو 55، وهذا ما تؤكده ردة الفعل الهمجية التي اتخذتها السلطات الفرنسية. فلو كان حادثا معزولا لتعاملت معه فرنسا في ذلك الوقت على أساس أنه حادث معزول صغير الحجم ليس له وقع كبير، ولكن ردة الفعل التي قامت بها السلطات الاستعمارية في ذلك الوقت من عملية المداهمة والاستنطاق والاعتقال لكل سكان المنطقة دليل على ذلك، بهدف تتبع مسار المجاهدين والأسرى والمعتقلين الذين أخذوا معهم، وهذا ما يؤكد حجم هذه الظاهرة. إضافة لذلك تمثل هذه النقاط أو هذه الهجومات كهجوم الهجوم على ثكنة الحوران بحمام ضلعة كانت تشكل دعما سياسيا صريحا لوفود جبهة التحرير الوطني في الخارج على أن هذا الشعب غير متوقف، لم تستطع فرنسا تسوية الوضع أو التحكم فيه، مما يحفز أكثر مناصري الثورة في الخارج لإضافة الدعم لها على المحافل الدولية لاسيما منظمة الأمم المتحدة. والمهمة الأصعب بقيت على عاتق أجيال الحاضر والمستقبل في أن تحفظ هذا البلد وتصونه وتصون ذاكرته، وتبقى وصية المجاهد السعيد لوشكيش وشعاره لتحقيق ذلك أن نرفع المشعل. إذن احنا شوف حررنا البلاد اللي كانت مستعمرة 130 سنة، حررناها فهمت؟ والشباب هذا لازم يهزوا المشعل، لازم يهزوا المسؤولية تاعهم. دخلنا على الحوران وصبح خربة، والشي اللي فيه كامل هزيناه، سقنا العساكر كالك باش الجلابة واللي بابا يمشي ثم قتلناه، دينا سلاح كبير ماني عارف روح أسباب من المطريات والمدوع والكورو معاه، حاولت خمس سنين ما فيها كذبة يضرب المجاهد واللي يزيد معاه.